بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مره تانية في قناه زوكاتيك. معلش انا جايب لبس التمرين علشان خاطر بس الناس واقفه بره على باب اليوتيوب مستنيين المحاضره بتاعه الكورس ده قوي. في كورسات اكسل كتير على الانترنت، بس انا فكرت ان انا اعملها بشكل مختلف. هنعملها زي دبلومه، هتبقى 4 مستويات. المستوى الاول اللي هو المبتدئين او البيجنر هيكون ازاي تتعرف على بيئه الاكسل وتعمل داتا انتري، وهقول لك على شويه تريكات واختصارات تخلي الداتا انتري بالنسبه لك اسرع واسهل. المستوى الثاني او مستوى متوسط اللي هو السيمي ادفانسد، ده هنتعرف بيه على بعض المعادلات واهم المعادلات اللي موجوده في الاكسل. المستوى الثالث اللي هو الادفانسد او المستوى المتقدم، هنتعلم ازاي نخلي الشيت بتاع الاكسل بتاعنا اوتوميشن، يعني اوتوميشن يعني ان هو شغال تلقائي في كل الاوردرات اللي احنا مديها له. المستوى الرابع اللي هو يكون البرمجه بتاعه الاكسل اللي هو الفي بي اي، ان انت ازاي تعمل برنامج اداري او محاسبي او ايا كان طبيعه الشغل بتاعك عن طريق الاكسل. النهارده هنبدا مع بعض اول محاضره في المستوى الاول اللي هو اكسل فور بيجنر، وان شاء الله بعد ما اخلص كل مستوى هعمل لكم فيديو مجمع للمستوى ككل، واعمل لكم فيه زي امتحان تقدر ان انت تختبر بيه نفسك وتشوف هل استفدت من المستوى ده ولا لا، عشان تقدر تقول لنفسك وتكون صريح مع نفسك هل انت تقدر تخش ليفل 2 ولا لسه عايز تعيد المستوى الاول تاني. يلا بينا على اول محاضره. بعد ما بتسطب برنامج الاوفيس وفي اي مكان بقى، في اي بارتيشن او على الديسك توب، هنا اي مكان انت هتشتغل عليه وتدوس كليك يمين وتنزل على نيو، هتلاقي من ضمن البرامج اللي نزلت البرنامج بتاع مايكروسوفت اكسل وورك شيت. بتدوس عليه هيديك اتاحة او هيخليك ان انت تقدر تسمي الشيت بتاعك، احنا ممكن نسميه اي اسم كل واحد على حسب ما هو عايز يسميه، وندوس انتر هيفتح لك الشيت بتاع الاكسل. احنا هنمشي معاه واحده واحده ومن الصفر زي ما قلنا. اول حاجه زي ما احنا سمينا الشيت من بره، لو اخدت بالكم هتلاقي الاسم هنا فوق اهو اللي هو زوكاتيك، انا سميته زوكاتيك. ده من بره اسمه ايه؟ اسمه ورك شيت، يعني الملف من بره كده ده اسمه ورك شيت، لكن الشكل اللي قدامكم ده اسمه شيت بس. الملف من بره ورك شيتس، لكن الشكل اللي قدامكم ده اسمه شيت. حتى لو نزلنا تحت هنا هتلاقي مكتوب ايه؟ شيت 1. لو دوسنا على علامه الزائد دي هتلاقي ايه؟ شيت 2، شيت 3، وهكذا. يبقى دي مجموعه شيتات بتكون الملف من بره اللي اسمه الورك شيت. وبرده نفس الفكره، تقدر ان انت تسمي الشيت ده بتدوس عليه دبل كليك او تقف عليه كليك يمين وتدوس على رينيم. ممكن تسميه اي اسم، هنخليه مثلا زوكا بس، او تقدر تسمي اي شيت من دول باي اسم انت محتاج. طيب ده بالنسبه للورك شيت او الشيتس اللي تحت عندنا هنا. اي حاجه احنا هنعملها في الاكسل او اي ادوات هنستخدمها هنلاقيها في البار اللي فوق ده، اللي هو بدايته من فايل وهوم انسيرت بيج لاي اوت فورميولا داتا وهكذا، كل الايه الاسماء اللي فوق. وكل سيكشن من دول هتلاقي تحتيه ايكونز كتير وتابات كتير هنستخدمها. كل ده ان شاء الله هنشرحه في الكورس بتاعنا. نيجي بقى للشكل اللي قدامنا ده، المكان اللي احنا هنكتب فيه الداتا بتاعتنا. المكان اللي انا واقف فيه ده مثلا اللي هو معمول عليه المربع ده او المستطيل ده، ده اسمه خلية او سيل بالانجلش، اسمه سيل. عايزين نحفظ مع بعض المصطلحات دي، لان كل المعادلات اللي احنا هنعملها او الدالات اللي احنا هنعملها بتتكتب بالانجلش، فالمصطلحات دي هتفرق معاك. المكان ده اسمه ايه؟ سيل او خلية. هتلاقي ان الاكسل او شيت الاكسل منقسم لعواميد وصفوف. ده صف وده عمود، يعني اللي هو حرف البي الاي بي سي دي ده اسمه عمود، وواحد اتنين تلاته اربعه ده اسمه ايه؟ صف. العمود اسمه كولوم والصف اسمه رو. طيب الخليه اللي انا واقف عليها دي اسمها ايه؟ بقول اسم العمود والصف مع بعض. يعني مثلا الخليه دي اسمها ايه؟ اسمها ايه 1، علشان هي موجوده في الكولوم A وفي الصف رقم 1. لو جيت وقفت هنا مثلا دي هيبقى اسمها C3، علشان خاطر موجوده في العمود C او الكولوم C والرو 3. طيب ده بالنسبه للخليه. طيب لو انا عملت مجموعه خلايا مع بعض يبقى اسمها ايه؟ ده بيبقى اسمها المدى او المجال، او بالانجلش في المعادلات هتلاقي اسمها رينج. اسمها ايه؟ رينج. ده بيتحدد ازاي؟ بنشوف اول خليه واخر خليه، بيبقى اسمه الرينج ده بيكون من مثلا C2 الى G11، علشان خاطر هو موجود من اول C2 لغايه G11. طيب انا ازاي حددت كده مجموعه خلايا مع بعض؟ بقف على اي بدايه خليه انا عايزها
وبفضل دايس كليك شمال، افضل ضغط عليها وامشي في اي مكان انا عايز اعمل عليه سيلكت. طيب خلاص كده عرفنا الخلية وعرفنا الرينج. لو اخدنا بالنا لما جينا هنا ازود شيتات، كان بس شيت 1 اللي موجود، كنا شايفين ان الكولوم بتاع ايه او بداية الشيت ناحية الشمال. لما جينا دخلنا على شيت 2 نقلنا الناحية التانية ولقينا ان الكولوم ايه وبداية الشيت ناحية اليمين. لو انت شغال بالعربي هتحتاج طبعا ان انت تخلي الشغل بتاعك ناحية اليمين، لو انت شغال انجليش هتحتاج ان الشغل بتاعك يكون ناحية الشمال. طيب انا ازاي اجيب الشيت يمين او شمال؟ احنا قلنا في الاول ان اي حاجة احنا عايزين نستخدمها او اي حاجة عايزين نعملها لازم نروح للتابات اللي فوق دي، فاحنا عشان خاطر نجيب الشيت من اليمين للشمال او من الشمال لليمين بروح على بيج لي اوت، هتلاقوها تالت واحدة بعد هوم وانسيرت، وهنروح هنا لحاجة اسمها شيت رايت تو ليفت، وتدوس عليها هتلاقي الشيت اهو اتنقلت الاي ناحية اليمين، لو شلناها هتلاقوا الاي نقلت ناحية الشمال. طيب في فيرجنز من ضمن او في اصدارات من ضمن الاصدارات بتاعت الاكسل مش هتلاقي كلمه شيت رايت تو ليفت كده ظاهره، هتلاقي كلمه شيت اوبشن دي موجوده وكل الحاجات اللي فيها دي تحتها، فانت هتدوس على شيت اوبشن هيظهر لك الاشكال اللي قدامك دي، فتروح دايس على شيت رايت تو ليفت. كل اللي احنا عملناه رحنا على تاب من التابات اللي فوق اسمها بيج لاي اوت، وجينا هنا عند السكشن بتاعت شيت اوبشنز ودوسنا على شيت رايت تو ليفت. كده احنا جبنا الشيت بتاعنا ناحية اليمين عشان هنشتغل طبعا معظم شغلنا عربي، ونبتدي ندخل الداتا بتاعتنا. استأذنكم بس ان كل واحد فيكم يكون فاتح اللابتوب بتاعه او الكمبيوتر بتاعه ويطبق معايا بطريقة عملية. بعد ما نقلنا الملف بتاعنا ناحية اليمين نبتدي ندخل الداتا بتاعتنا، هنكتب هنا ميم اللي هي المسلسل، الاسم، الراتب، مثلا تاريخ التعيين، رقم الموبايل. يا ريت بقى نركز مع بعض في الحته اللي جايه دي، لان الحته دي لو انتوا فهمتوها الكورس كله هيكون سهل بالنسبه لكم او الاكسل عامه. يعني لما بنيجي نكتب الداتا، يعني مثلا لما باجي اكتب هنا 1 2 وهنا 1000 2000، هي بالنسبه لنا ارقام عاديه، لكن هل طبيعتهم واحده؟ طبعا لا، يعني هنا دول اعداد انت بتعد حاجه او بتعمل حصر لحاجه، لكن طبيعه الارقام اللي انت كتبتها هنا دي طبيعه نقديه، يعني دي عملات مش اعداد. فالفكره او الفرق ما بين طبيعه الرقم اللي انت بتكتبه ده هو ده اللي لازم نوصله ازاي للاكسل، هو مش بس في الارقام، هو كمان في الكلمات وفي التاريخ وفي كل حاجه، وهنفهم مع بعض واحده واحده ازاي نوصل للاكسل الكلام ده. انت بتكتب الداتا بتاعتك عادي، نكتب هنا مثلا محمد محمود، نكتب مثلا هنا 1/9/2022، 2/9/2022، وهنا رقم الموبايل. لما باجي اكتب 010 هو هيمسحه، وما اكتب هنا مثلا 011 هيمسحه، مع اننا احنا بنكتب ارقام عاديه، وهنفهم مع بعض ده كله ليه دلوقتي. علشان تفهم الاكسل نوعيه الداتا اللي انت شغال عليها بتعمل عليها سيلكت، وندوس كليك يمين وتنزل على فورمات سيل اهي، تمام، بيفتح لك البوكس اللي قدامكم ده. وان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنتعلم مع بعض كل تفصيله ليها علاقه بطبيعه البيانات اللي بندخلها على الاكسل. يا رب اكون افدتكم، ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله.